في اليوم الأعنف من التصعيد بعد أعلان استئناف العمليات العسكرية، وثاق المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من 1000 ضربة برية وجوية على عدة محاور بالمنطقة العازلة شمال غربي سوريا. الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام السوري والطائرات الروسية شنت عشرات الغارات الجوية على ريف حما الشمالي وريفي إدلب الجنوبي والشرقي، كما استهدفت الغارات محور البوابية بريف حلب الجنوبي ومحور كبانة بجبل الأكرات شمال اللاذقية، بالتزامن مع اشتباكات بين النظام والفصائل المسلحة هناك. الغارات الجوية تزامنت مع مئات القذائف الصاروخية والمدفعية التي أطلقتها قوات النظام على أرياف حما وإدلب وجبل الساحل وريف حلب الجنوبي، وسط أنباء عن استهداف النظام محيط نقطة المراقبة التابعة للاحتلال التركي في قرية شير مغار شمالي حما. في المقابل نفذت الفصائل المسلحة وهيئة تحرير الشام الإرهابية قصفاً صاروخياً على مواقع لقوات النظام في قرية الجيسات بريف حما الشمالي، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في المنطقة ذاتها. وأسفر القصف المكثف والاشتباكات بين قوات النظام والفصائل المسلحة عن مقتل 32 عنصراً من الطرفين وإصابة آخرين بجروح، ليرتفع عدد الخسائر البشرية في المنطقة العازلة إلى نحو 3050 شخصاً منذ بداية التصعيد الأعنف في 30 من أبريل نيسان الماضي.